السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نوريكم الطريقه كيفاش نستخدموا هذه الاله البخار ديال بيم. بزاف تاع الناس تيقول لك كاين اللي كتكب ليها من الماء، كاين اللي ما كتعرفش كتقول لك واش كتشعل هاد البوله حمراء ولا ما تتشعلش. بسم الله بنات، باش ما يخرجش لكم ما خصكمش عمرو بالماء كامله، خاصكم تعمروا غير النص ديالها، ما تعمروهاش كلها. ها انا دابا بغيت نبخر هذا البروكولي، حتى البيض راه كيطيب ما نقولش لكم. غادي نبخر فيها هذا البروكولي، بغيت نبخر فيها ندير واحد الصادات. باش ندير الطبقة الثانية، هكذا باش نسدوها. هانتوما دابا هنا عندنا الوقت، كتشوفوا معايا كيبان لكم مزيان. عندنا صفر، عندنا 15 دقيقة، عندنا 30، 45، 60، على حسب نتوما شنو غطيبوا. إذا كان دجاج، إذا كان تقدر تبخري فيها حتى الدجاج. دابا أنا غندورها كاملة. هانتوما لاحظتوا البنات، هي البولة شعلات وين هي خدامه، كتبقى ترجع 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 حتى كترجع للصفر. وفي حاله البنات الا درتو الماء قليل وشتو البوله طفات، عرفوا بان الماء راه ما بقاش فيها، خاصكم تزيدوا الماء. هي راه كتبقى شاعله حتى كتوصل للصفر. الا طفات لكم البوله، عرفوا بان الماء راه ما بقاش فيها، خاصكم تزيدوا فيها الماء. انت درت فيها البيض، درت فيها البروكولي، ودرت فيها البطاطا وخيز. انا ما كتخطانيش في التبخار، يوميا ما كنستعملها. زوينه البنات، ولا لقيتوها مازال في بيم غير خدوها بعينيكم مغمضين، راها غتنفعكم، تنفعكم بزاف في الدجاج، في الروس، في اي حاجه بغيتي تبخريها. السفه، السفه ديريها فيها. هانتوما البنات، دابا ملي خدامه كتسمع واحد الصوت بحال كيما هاد الغلاي ملي كنديروه في الماء، بحال هذا ملي كيعطينا واحد الصوت، راه بحالها تماما، تهي كتبغي تعطي واحد الصوت. شتي هي كتبدا الدور، هي بدات كطلع، كتبقى الدور حتى كترجع للصفر. البولة كتبقى شاعله. Thank you.